نحن لا نزال ندفع الأقصاف الثمينة من أجل إقامة حكم الله عز وجل. فصبرا يا إخواننا أهل البرشة، يا أبا الشهيد ويا أمه، فإن اللقاء إن شاء الله تعالى في الجنة. هنيئا لكم وهنيئا لهم. فإن الشفاعة قد أوردها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لسبعين من أهل البرشة أو من أحبابه. لا عزاء لنا إلا أن نكون مقصرين تجاه هذه الثورة المباركة، لكنني أقدم رسالات صغيرة جدا لمن يهمهم الأمر. الرسالة الأولى لأحبابنا المجاهدين، أقول يا أحبابنا ويا إخوتنا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم. وقال الله عز وجل لكم يا مجاهدون لا تحزنوا إن الله معنا. وقال أيضا لكم يا مجاهدون إن الله معنا ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أما لدهماء الشعب فرسالة صغيرة لمن لا يعرف الحكم أبلغه حكم الله. قال تعالى لنا جميعا: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة ومن قاتلهم فاعلموا أن الله مع المتقين. قاتلوا الذين يلونكم، أي إذا كان العدو ضمن البلد تحول الجهاد من فرض كفاية إلى فرض عين، ولا يشترط استئذان أحد ما. إن كنت تستأذن أباك أو أمك في صلاة الظهر والعصر فاستأذنهم في أن يكون الجهاد فرض عين. إذا الله عز وجل يقول لنا جميعا بنص القرآن الكريم في آخر سورة التوبة: قاتلوا الذين يلونكم، يعني ابدأ بهنا، فإن فضل فهكذا وهكذا وهكذا. رسالة ثالثة إلى الذين يقدمون الوطنية والقومية والبعثية، بعث العقائد أقصد، والطائفية: ألم تتحرك ضمائركم لقوله تعالى: قل إن كان آباؤكم، يعني حينما نقرأ صفحا عن قول الله عز وجل وبعد ذلك نقدم الطائفية والعشيرة وبيت فلان وبقريتنا على قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، حتى أوشوك أكثر من إيه، فتربصوا. اسمعوا، أضيفوا هذه الرسالة إلى الذين يجعلون قارة عبد من حكم الله. نحن من بيت فلان، ونحن قومية، نحن وطنية، نحن شعوبية، نحن عصبية. اسمعوا إلى قوله تعالى يرد عليكم قائلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات. أيها الإخوة، قال تعالى لكم أيضا لمن يقدمون: نضرب صفحا عن قول الله عز وجل وننتصر لعصبيتنا لقوميتنا لبعثيتنا لطائفتنا. اسمعوا إلى قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين، يعني أن يصلوا على الشبيح. ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى بيت فلان، ظهرت حقيقة النفاق. ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه.
إن إبراهيم الأواه الحليم سيدنا ابن المنافق، يعني ابن أبي عبد الله بن أبي بن سلول، حينما قال ليخرجن الأعز من الأزل قال لرسول الله عن أبيه: دعني أقطع عنق هذا المنافق. هل وصلنا لهذه المرتبة؟ لا، نحن وصلنا إذا قبضنا على الشبيح يتدخل الخانة. فكونا الشبيح، اتركوه، وكهوا يا إخوانا. قال لهم تعالى في القرآن الكريم: ولا تكن للخائنين خصيما، أي لا تدافع عن من يعتقل من قبل الثوار وكان شبيحا وكان قاتلا، لا تتركه. إن تركته وقعت في قوله تعالى: ولا تكن للخائنين خصيما. الأمر الآخر، أقول للذين يريدون أن يلقحوا الثورة، الثورة بتتعشر، بدها تحمل الثورة، شو بدها تشبحها؟ هذه الثورة نظيفة، إيانا إيانا أن يدخل فيها بعث عقائدي أو شيوعي أو ملحد أو منافق، فستفتد ثورتنا. فليخسى الذين يقول يريدون أن بدنا نهجن الثورة، بدنا نهجنها بحر. بعد 50 عاما من دوس بالأقدام نضع النجاسة في ثورتنا؟ نحن لا نجعل ثورتنا إلا لله خالصة. فلتحيا جبهة النصرة التي نقت الثورة من العوام ومن المنافقين. الأمر الآخر، الرسالة الأخرى التي أريد أن أقولها لإخوتنا، إن علينا جميعا أن نتحاكم إلى شرع الله عز وجل مهما كان الأمر. إن شرع الله هو الذي يحميه. حينما يأتي أناس يشلحون كيف نتركهم؟ كيف؟ والله لا أدري. قال لكم يا من تتركون المشلح سيشلح مرة أخرى، وستعطونه دعما أن يعيد التشليح. قال لكم تعالى في سورة المائدة عن المشلحين: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلموا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من الخلاف أو ينفى من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا إلى آخره. أيها الأخوة، المشلحون قسمان: أناس يشلحون على الطريق للبراء، وأناس يقتلوننا في هذه المنطقة، في هذه النقطة وهذه النقطة. كلاهما مشلح، كلاهما قاطع طريق. كيف نقبض على المشلح ثم ندعه؟ لو طبقتم حكم الله فيه والله لتأدب العالم كله، ولم ينتشر اسمنا بهذه الخطيئة الكبرى التي لا تعتقد. إذا قبضت على شبيح، على مشلح، على شبيح، على ينبغي أن تقيم حكم الله. أفحكم الجاهلية يقول؟ وما يحسن الله حكم لقوم يقولون؟ أو أن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثرهم لا يعلمون. الرسالة الأخرى أرسلها إلى كلاب جهنم، أعوان النفق من المشايخ الكاذبون. كثيرا ما سمعت أن شبيح قبضت عليه قال لا إله إلا الله ما بصير تقتله. يا لطيف على المشكلة، هل تفهم؟ كثيرا من الكذابين يقولون من صلى على الشبيح كان على الله على النفاق. لك ربك في القرآن حسر النبي إلى قيام الساعة: ولا تصلي على أحد مما مات أبدا، ولا تقف على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله. من العار العار أن يصلى على شبيح، الشبيح يلقى للكلاب. الرسالة قبل الأخيرة أقدمها للجيش، ليس هذا جيشنا، هذا ليس من أهلنا ولا من ديننا. يا جيش، أتطيع رئيسك؟ قال إيه نعم. إذا كنت تطيع رئيسك فاسمع إلى قرار الخالق بأنك مرتد، زوجتك فسخ عقد الزواج. إن الذين ارتدوا على أدبارهم، هذا الجيش، إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأمن لهم. ليش ارتدوا؟ ذلك تعليم بأنهم قالوا للذين قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر من المستقبل وفي بعض الأمر من الآن ارتد. ومن ينوي ارتدادا بعد كفر يصل عن دين حق زلزلا. آخر رسالة أقدمها
الى فشار الفزق عليك يا بشار. الحمد لله رب العالمين. يا اخوان نتشكر كل من شارك وشاركنا عزائنا، وكل واحد له دان او زمه او امين عن اياد، نحن موجودين ان شاء الله. والقراءه بجامع سيدنا بلال. تكبير الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. صفوا للصلاه يا اخوان.